نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. وبنتكلم دلوقتي على مبادرة اكتشف بلدك وافتخر انك مصري. صاحبة المبادرة هي دكتورة صفاء يونس، مشرفانا النهاردة، ومعانا كمان احد الشباب اللي اشترك في المبادرة، الاستاذ هادي سمير. اهلا وسهلا وصباح الخير ومنور لنا. طبعا زميلة واعلامية. ربنا يخليك. الاول الفكرة جت ازاي للمبادرة؟ هقول لحضرتك الفكرة فيها مفارقة. يعني احنا كنا عاملين احتفالية لطلبة اوائل الثانوية العامة، واحنا السنة اللي فاتت متعودين الوزارة بتطلع الاولاد الاوائل رحلة برا مصر، فعملت لقاء معاهم بعد ما رجعوا عن انطباعهم، فلقيت كل حلمهم انهم يخلصوا تعليمهم ويسافروا برا مصر. فانا صعب عليا جدا ان انا اربي ابني واكبره وفي الاخر حلمه انه يسيب وطنه يعني. فحاولت ان انا الاقي فكرة محفزة انهم يتعلقوا ببلدهم ويكتشفوا المميزات الحلوة فيه. فكانت الميزة ان انا اولادي في سن المراهقة يعني، وعندهم تطلعات انهم يهاجروا، اللي عايز يلعب كورة واللي عايز يدرس بحرية بره. فكانت بالنسبه لي صدمه يعني، ان انت بتقولي شباب هو جيل المستقبل وهم اللي هيستلموا الرايه وهم ما عندهمش اي انتماء ليهم، يعني ليهم بيحبوا بلدهم بس يعني مش بيحبوا بلدهم بس لا يعني عندهم تحفظات، شايفين ان حقهم مهدر، الاجيال اللي سبقتهم كانت محظوظه، احنا بنشوف العكس، احنا بنشوف ان هم اكثر رفاهيه، هم بيشوفوا ان احنا فرصنا كانت اكتر، الخير كان اكتر. فالاول يعني قعدنا نفكر في حاجه، فكل واحد فينا طلع كلمة، فأنا قلت لهم احنا عايزين نكتشف البلد، وهم قالوا عايزين نحس ان احنا فخورين بجنسيتنا المصرية، وخاصة ان كتير من للأسف يعني ان الرموز اللي الشباب بيثق فيها زي النجوم والمثقفين والفنانين والرياضيين بياخدوا جنسيات مختلفة، او تلاقيهم بيسافروا من دولة لدولة علشان الزوجة تولد في امريكا فتاخد الجنسية الامريكية، تولد في كندا. فهم اضافوا حقيقي الشباب اللي اضافوا الجملة الاخيرة، اكتشف بلدك وافخر بجنسيتك المصريه، ومن هنا اتولدت الفكره يعني حرصا عليهم. طيب هادي، يعني اشتركت ازاي في المبادره وعملت ايه وحسيت ايه بعد ما اشتركت؟ احنا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا حابين ان احنا يعني ما يبقاش كلمه شباب يعني انت قاعد على القهوه، لا احنا شباب احنا بنفكر، لا احنا شباب احنا بنفكر، احنا عندنا فكره، احنا بنعمل حاجات مختلفه، احنا نقدر نغير كتير. كمان في بورسعيد عندنا في بلدنا فكره الحفله والفان دي والكالر فيستيفال والحاجات دي ما بتبقاش منتشره، فاحنا كنا عايزين نخلي بورسعيد عنصر اساسي من الحفلات دي زي القاهره زي اسكندريه زي اسماعيليه. فلما شاركنا في المهرجان يعني احنا عملنا حاجات كتير، فلما حسينا فعلا بتعبنا كان من تكريم الدكتوره صفاء بقى ان شاء الله الحمد لله يعني على مجهود. سنه كام احنا في ثالثه ثانوي؟ كلكم في ثالثه؟ المجموعه كلها مجموعه كبيره في ثالثه ثانوي؟ ثالثه وثانيه سنه بس. وبتعملوا بمجهود بنفسكم يعني بتعملوا الافكار وبتعملوا حاجات؟ سنتين يعني هم طالعين من اولى ثانوي وبيعملين اماني الصندوق صغيره كده بيقعدوا يجمعوا فيها الحاجات ويحطوا الفكره ويفضلوا يجروا فيها، يعني ان حتى ليه تحفظ كده صغير من خلال برنامجكم المتفائل الجميل ده، يعني ان لما اولاد صغيرين زي دول يروحوا المسؤول او يروحوا الراجل اعمال بيقولوا احنا عايزين نعمل ونعمل، فهو بيستخف بالحكايه او بيتعامل معاهم على ان شويه عيال يعني ان عيال يعني. وبعدين هم بيخلصوا كل حاجه ويفاجئوك، يعني راحوا خدوا اذن من الاكاديميه، لا مش عارف راحوا عايزين يعملوا ايه، واشتروا الالوان على حسابهم وجمعوا الطلبه واختاروا شعار. فالمفترض اذا احنا حابين ان احنا نحافظ على الجيل ده ان احنا نساعده، دي ابسط حاجه يعني. واحنا بداناها السنه دي مع طلبه الثانويه العامه، هادي ممكن يقول لك جمعناهم واخدناهم ورحنا رحله ولعبنا، عملنا كاس تفوق بين محافظتين في جنوب سيناء ورحنا شرم الشيخ، وان شاء الله مكملين في باقي المحافظات باذن الله. باذن الله. طيب كلمنا على التجربه هذه. احنا الاول يعني زينا زي اي اصحاب، بنقعد في اي حته بنهزر ونضحك وكده، فيعني احنا كنا من صغرنا واحنا مع بعض، فكنا حابين نعمل حاجه تربطنا ببعض، فقلنا ليه ما نبقاش سبب في ان احنا نفرح الناس وتبقى الضحك على وشوشهم بسببنا. ففكرنا الاول في الاسم، قلنا اسم روبيكيا، لا احنا في ناس بتقول روبيكيا عشان احنا بنبيع الضحك، لا بالعكس احنا عايزين نثبت ان روبيكيا دي مش حاجه بتتباع في الشارع بتترمى وخلاص، لا دي انتيكا، احنا انتيكا هتتعلق عندكم في البيت وهنثبت وجودنا عندكم ان شاء الله تفتكرونا بخير. فبدانا اول حاجه نعملها، عملنا فان داي صغير
بعد كده عملنا graduation party وبعد كده عملنا color festival. فان شاء الله بنجهز حاجه تانية. والناس يعني بتشترك معاكم بتتفاعل وبتبقى مبسوطه؟ في سبونسرات بتبقى معانا وفي ناس بتشجع الفكره. طب حلو الحمد لله. هو ده المهم انه يعني الفكره تبدا صغيره وتكبر بعد كده. والمهم والله يعني السعاده في انه في اعمارهم عارفه يعني واحنا في سنهم كنا بنعمل ده من خلال المدارس. دلوقتي المدارس ما فيهاش ميوزك ما فيهاش حصص للانشطه الحكايه مضغوطه يعني هم في ثانويه عامه في ناس كتير بيقولوا ركز يعني ركز. فقال لهم انا هنجح لان انا الوحيد اللي هتحمل مسؤوليه مستقبلي لكن سيبوني يعني انفس عن طموحي يعني مش عارفه. فانا في الحقيقه يعني بحاول اكون ديمقراطيه في تربيتهم سايباهم لاني شفت كل زمايلهم كلهم متفوقين في دراستهم بيمارسوا رياضات وانشطه تانية فيعني واي نوت. هي مشكله التعليم عندنا انه بيخنق الطالب فلازم هو من نفسه بقى يحاول يدور على مكان وانشطه لان التعليم مش بيساعده خالص ان هو زمان عارف حضرتك لعيبه الكوره كانوا بيطلعوا من حصه التربيه الرياضيه والبنات اللي بيمثلوا والشباب اللي بيمثلوا بيغنوا كانوا بيطلعوا من حصص الموسيقى يعني انا وانا صغيره مثلا كنت بغني في كورال المدرسه طلع مننا ناس كتير هم بيعملوا لنفسهم عشان نكون حقانيين بس احنا للاسف بنقول شعارات حلوه جدا لكن في التطبيق هم بيتعبوا قوي على ما ينفذوها. صح. علشان كده انا كنت سعيده ان هم اللي اتكلموا عن المبادره مش انا. حلو. طيب احنا عايزين نعمم المبادره وعايزين نكبر السكيل بتاعها يا حاج بنتكلم على عدد من المحافظات عايزين نعممها في كل المحافظات هل ممكن يبقى ليكم مثلا مندوبين في محافظات يقوموا بالدور ده؟ هقول لحضرتك ده الجزء اللي احنا جايين لحضرتك دلوقتي من محافظه بورسعيد لان كان عندنا اول امبارح احتفاليه ضخمه اسمها دعم يعني الحياه للدراما ودعم المبدعين كان عندنا الحمد لله فنانين من تونس كانت موجوده فنان فريال يوسف من المغرب هدى الادريسي من الاردن اياد نصار ومنذر يحنا وفراس سعيد وكان من مصر طارق اللطفي وريام عبد الغفور الناس دي جت احنا جذبناهم بطريقه لطيفه قلنا لهم احنا عايزين نعمل تنشيط سياحه ونشجع الشباب انهم يشاركوا فهم مشكورين يعني بعد ما شرحنا لهم الفكره باستفاضه انتوا هتكرموا عن اعمالكم في نظير ان انتوا تكرموا الشباب. فحقيقي انا بحيي فنانين مصر والعالم العربي تعاونوا كان عندي 32 نجم من اتقل النجوم اللي موجودين في الوطن العربي. مجدي كامل حلو فتح. جدا فتح. كان فين الاعلام من ده؟ هقول لحضرتك دي مبادرات مضيئه في مصر. جميل. الى جانب المشاكل اللي احنا بنتعرض لها والشكاوى والضغوط والمؤامرات ده جانب مضيء جدا. لا انا هقول لك حاجه الطف كمان ان احنا عاملين ده بالجهود الذاتيه واسمحوا لي ان يعني ان انا اعتب على المسؤولين في وزاره السياحه والثقافه لان احنا تقدمنا بفكره المشروع بالكامل وقلنا لهم احنا مش عايزين منكم فلوس واظن ما فيش حد بيروح لوزاره فيها فلوس زي السياحه قلنا لهم احنا بس عايزين دعم وتسهيلات ان المبادره تنجح في السويس وفي بورسعيد ننتقل الاسماعيليه السويس اللي هي مدن القناه دعما لمشروع قناه السويس الجديده اللي الناس بيقولوا ان دي كانت خدعه يعني. فللاسف الوزاره قالت ايه السياحه شوفي الجمله انا للاسف يعني لو كنت عارف كنت جبت لحضرتك الايميل ايه السياحه في انك تجيبي وفود وفنانين من الدول العالم العربي؟ قلت لهم مش فاهماها يعني اذا كان كاس العالم دي سياحه رياضيه مهرجان كان الجولدن جلوب مهرجان نيس في استراليا دي سياحه هما بيعملوا المهرجانات الضخمه دي عشان الوفود تيجي من بلد لبلد تقف على الريد كاربت وتتفرج على الفنانين. صح. فقالوا لي يعني انا مش شايفيني فيها سياحه ايه وزاره الثقافه احنا ما عندنا شعراء عندنا اسر شهداء عندنا ابطال معاقين عندنا ابطال مثلوا العالم بس مش كره قدم يعني عندنا مدرب منتخب التايكوندو كابتن فرج العمري دي اخذ 11 بطوله عالم وست عرب و12 افريقيا محدش يعرفه لما دخل القائمه ناديت اسمه محدش يعرف ايه بطل اكتر من كده يعني لا حضرتك ما يعرفوهوش طب ايه الثقافه في انك تجمعي الناس دول قلت لهم على فكره انا لو عامله المهرجان هنا في 6 اكتوبر هيبقى سهل واوفر كان موديهم محافظه ثانيه قاعدين 48 ساعه زاروا مقابر الكومنولث اتفرجوا على اسر الشهداء اتفرجوا على المكان اللي واقف فيه السادات يحلم بتحرير قناه السويس اتفرجوا على ميدان عبد المنعم رياض اللي فيه تمثال ميدان المسله الفنانين ما خليناهمش يركبوا سيارات بقينا نمشي على رجلينا ونحكي لهم الحكايه دي فيها كذا هنا كان في كابينه خشب قاعد فيها الرئيس عبد الناصر هنا مش عارفه ايه فالناس كانت مبسوطه جدا وانا اتذكر ان الفنان الاردني اياد نصار وفراس سعيد ومزر يحنا قالوا لو في كل محافظه اتعمل مهرجان حكى لنا حكايه البلد انا حاسس ان انا في جزء من الاردن
فريال قالت عندنا في تونس مدينه شبه بورسعيد بالظبط. طب ما هي دي سياحه. وبعدين اذا احنا عندنا خلل مع الاحداث الجاريه دلوقتي والناس بقى عشمانه ان ازاي فلان يعلق الطيران وفلان يسحب طب يا جماعه ما تيجي نقنع العرب يعني تعالوا نحتضن ده من خلال مبادره زي بتاعتنا نكتشف بلدنا ونعمل بروتوكول يا فندم بينا وبين السفارات. يعني انا عزمت الفنانين بصفاتهم لكن انا روحت السفاره حكيت لهم مش معترضين. المره دي المهرجان عندنا، المره الجايه المهرجان عندهم. حضرتك سالتي سؤال مهم جدا، فين الاعلام من ده؟ من غير ما حضرتك تزعلي مني، في شله محدده بتسافر كل الحاجات المهمه، وانا وحضرتك والاستاذ ياسر كلنا قاعدين نشتغل هنا نتكلم عن مصر من قلبنا. بنحب شغلنا بجد، عايزين ننجح كلنا بجد. وفي ناس ثانيه بتروح تتفسح وقد تعكس صوره سلبيه عن مصر. ليه؟ لان انت ما بتسعيش انك تكوني عامله شو ضخم تبقي فلانه، انت حابه انك تعملي حاجه لمصر. ولذلك لما اتعمل خلوش الحاجات دي تعمل لكم احباط، يعني احنا مش محبطين نشجع يعني الشباب ان شاء الله ونكمل. وطالما معاكم الفنانين ومعانا الاعلام اللي ممكن يتابع نحاول نكبرها بقى في محافظات ثانيه. يا رب يا رب، يعني انا كنت سعيده جدا. احنا نشدنا مجموعه قليله من الاعلاميين لان برضو حته اعلاميين دي لازم تقنن شويه، يعني مش كل واحد عامل صفحه على الفيسبوك اعلامي، مش كل موقع. انا سمعت اسماء مواقع عجيبه، موقع فرفشه، موقع توك توك، مش دول مش اعلاميين. فانا بخاطب جهات رسميه، عندي ناس حضروا ناس من مؤسسات معترف بيها، مؤسسات بتحترم شغلها، وانا بعت لهم باص وجم غطوا الاحتفال. وبعدين عملنا 30 دقيقه لكل فنان يقول انطباعه عن المبادره وازاي يساعد فيها. في فنانه النجمه مادلين طبر نزلت مع الشباب وقعدت واتفرجت على البلد وساعدته، ليه لا؟ يعني في حاجه لطيفه. يعني في فنانين تانيين، مجدي كامل قال انا مبسوط ان ده بيحصل في بورسعيد، وشباب صغير دول بقى حضرتك في استقبالهم بالورود وبالاعلام المصريه، الاغاني اللي موجوده في القاعه طول الوقت اغاني وطنيه. يعني احنا كان عندنا شعور بالفخر وبالمسؤوليه. طبعا ده مهم جدا، وانا بصراحه يعني بستغرب انه ممكن ما يبقاش في تضافر للجهود لانجاح يعني مبادره زي دي او لانجاح فكره زي اللي حضرتك عملتيها في بورسعيد. هي لازم كل الناس تتضافر وتحط ايديها في ايدين بعض، وكمان الجهات المسؤوله تيسر وتسهل حاجات كتيره، لانه كل فكره حلوه بتبدا صغيره وبعد كده بتكبر. يعني كتير من المدن في العالم زي ما حضرتك ذكرتي مبنيه على فكره السياحه. صحيح. والفن والسياحه، يعني احنا لما نيجي نتكلم نقول المهرجانات اللي بتقام عندنا، طب كانت بلد صغيره جدا لغايه لما اقيم فيها مهرجان كان السينمائي الدولي، بقت ليها الشهره العالميه، وبقى كل الناس اللي موجوده في كان بتخدم المهرجان وكلها قايمه يمكن على الشهر اللي في السنه اللي بيقام فيه المهرجان. ده صحيح. فده احنا لازم نشجع. في دول اقتصادها مش غني قوي زي البرازيل والارجنتين وكده، اتبنى اسمها من خلال السياحه الرياضيه. يعني احنا لازم نحترم ان الافكار الصغيره، ايوه، يبقى عندنا ثقافه التعامل مع السائح، ازاي نستثمر المقومات البسيطه اللي عندنا، لان الحاجات دي ممكن تبقى حاجه جميله جدا وصغيره. يعني انا شفت في ناس في اليونان عاملين عمود رخام كده، في شاعر مش متذكره اسمه كان ركن عليه وهو بيقول قصيده، فايده معلمه. عايز حضرتك عاملينه مزار. احنا عندنا بقى في كل حته، يعني الولاد بيقولوا لي احنا المره الجايه عايزين نطلع الاقصر واسوان، قلت لهم انا عايز اخدكم العوينات والواحات ومحافظه العالمين. لازم يكتشفوا بلدنا حلوه جدا ومبهره وربنا عطيها مقومات جميله. انت عارفه العيب حارب، وعلشان كده أيوة. المؤامرات شغاله علينا من كل ناحيه. صدقيني يا استاذه العلاج لازم يبدا مننا. يعني احنا الاول ننسى شويه خلافاتنا ونستبعد شويه يعني الشد والجزم والانقسامات، ونحط بس ايدنا نيجي على نفسنا شويه. والولاد كانوا عاملين شعار عجبني قوي، تعالوا نحب بعض ونشتغل بجد. طب حلو، تعالوا نحب هادي. بعض دي كانت ناويين تعملوا ايه بقى؟ احكي لي اللي جاي. احنا عايزين ان شاء الله نخطط لحاجه في ليله راس السنه، هتبقى عباره عن قعده عرب في مكان مفتوح بحطب بالقعده العرب، وهيبقى فيها حاجات مختلفه. مش عايزين، احنا بنحاول ما نحددش حاجه واحده، يعني ما نبقاش مثلا كلر يبقى كلر بس، لا، في كلر وفي العاب ثانيه وفي دي جي، في يعني حاجات مختلفه كتير. هتبقى في بورسعيد كمان؟ ان شاء الله. احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول، هنخلي بورسعيد
زيها زي اسماعيليه زي القاهره زي اسكندريه في الحفلات. فدي هيبقى فيها قعده عرب زي ما قلت لحضرتك، وفيها شوي باربيكيو، وفيها عايزين يعملوا يعني ينقلوا جزء من العرب صغير جوه المحافظه يعني كانك انتقلت. مين اللي بيحضر الحاجات دي؟ يعني انتوا فاتحينها للبورسعيد ولا الناس ولا للطلبه بس ولا لمين لسن معين؟ الحفله دي مين اللي بيروحها؟ احنا في حفلات عملناها بتيكت وفي حفلات عملناها خيريه. يعني عملنا حفله بعد عيد قبل بعد صلاه عيد الاضحى، جبنا باند غنى في الشارع، غنى للناس بدون اي مقابل، دفعناه من جبنا. فهنجيب الباند ده تاني ان شاء الله في الحفله اللي هنعملها، وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، بنتمنى ان الفكره ادعمي معانا بس الفكره. اه طبعا انا معاكم قلبا وقلبا. انا على الهوا بقول لكم انتم ضيوفي في محافظات القناه، الثلاث دول دول مهمين جدا وتعرضوا لمؤامرات كتير جدا الثلاث محافظات دول اسفه. وانتم ضيوفنا في بورسعيد في عيدها القومي في 23 ديسمبر. انا بدعي اسره البرنامج وهسعى جاهده ان احنا ننقل مصر جميله عشان يشوفوا بورسعيد الجميله ان شاء الله. واحنا جايبين لكم كمان تذكار من المبادره. هادي اتفضل افتح الهديه للبرنامج. هديه للبرنامج لان انا حريصه ان انا اصحى الصبح اشوف حاجه متفائله بتقول للناس ان بكره هيبقى احلى لو احنا كلنا حطينا ايدنا في ايد بعض. هو بكره يقينا احلى بايماننا وبشغلنا. احنا بنشكر حضرتك على الدرع. شكرا. درع سفير الاعلام مهدى وحينما يكون العطاء مؤسسه الحياه. حينما يكون العطاء جميلا والجهد صادقا يكون للشكر قيمه وللتكريم معنى رائع. تتشرف مؤسسة الحياة بإهداء برنامج مصر جميلة، مبادرة اكتشف بلدك وافتخر بجنسيتك المصرية. أهلا بيكم بورسعيد، وإحنا في انتظاركم إن شاء الله تكونوا معنا في المبادرة الجاية. إن شاء الله ربنا يوفقكم وهادي والشباب كلهم يعني. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم ويا رب إن شاء الله دايما بالتوفيق. ميرسي يا فندم. شكرا ليكم ويا رب بكرة مصر تبقى أحلى وكل أولادها المخلصين. إن شاء الله. احنا هنطلع لفاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل اللقاء مع حضراتكم. فقرتنا القادمة مع المطرب أمجد عفت. فاصل ونرجع على طول.